مدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضراً محافظاً على أخلاقه وقيمه ومستخدماً للتكنولوجيا الحديثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي حبيباتي طالبات صف 12، أهلاً بكم ومرحباً مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية مجال الحديث. حديثنا اليوم بعنوان من طرق الخير. أجيبي حبيبتي عن الواجبات والاختبارات الإلكترونية. قيمة هذا الأسبوع عن الكرم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ضرب المثل عند العرب بحاتم الطائي في الكرم، وقال ابن عبد رب الأندلسي: أهل الكرم هم أهل حسن الظن بالله، وأهل البخل سيء الظن به، وذلك لأنهم يكنزون المال من سوء ظنهم بربهم في الخلف. التهيئة. عن بريدة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 مفصلا، ماذا يستفيد الإنسان من هذه المفاصل؟ يجيب: يستفيد الإنسان من مفاصله في جميع شؤون حياته وقضاء احتياجاته، في حركته ونومه وقيامه وجلوسه ومشيه وكل شؤون يومه. أتوقع منك حبيبتي في هذا الجزء من الدرس أن تقرأ الحديث قراءة صحيحة مع حفظه، تعرفي راوي الحديث، تستنبطي معنى المفردات والتراكيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. عليك بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نفتح معا كتابنا لنقرأ الفقرة الخاصة بتعريف الراوي. اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني، أسلم في اليمن على يد طفيل بن عمرو الدوسي، هاجر إلى المدينة المنورة عام خيبر في السنة 7 للهجرة. كان من أكثر الصحابة حفظاً ورواية للحديث، ذلك لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. روى النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثاً. اشتهر عن عبادته أنه كان يجزئ ليله 3 أجزاء، جزء لقراءة القرآن، وجزء ينام فيه، وجزء يتذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة مؤتة وفتح مكة وغزوة حنين وتبوك. توفي سنة 59 هجريا ودفن بالبقيع. هيا نكمل معا المخطط التالي للتعريف براوي الحديث. عن اسمه هو أحسنتي عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي، هاجر إلى المدينة سنة 7 هجريا عام خيبر. روى النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، وذلك لسببين: هما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وملازمة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. عبادته: كان يجزئ الليل 3 أجزاء، جزء
يحفظ فيه القرآن، جزء يتذكر فيه حديث النبي، جزء ينام فيه. مشاهده: شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة مؤتة وفتح مكة وتبوك وحنين. توفي سنة 59 هجريا ودفن بالبقيع. من الصفات التي أعجبتني في شخصية أبي هريرة وأحب أن أقتدي بها: أغلقي الفيديو ثم اكتبي ذلك في كتابك. هيا بنا نستنبط معا من حديثنا معاني المفردات. سلامة أي مفاصل عظام الإنسان. تعدل أي تصلح وتحكم بالعدل بين المتخاصمين. وتعين الرجل في دابته أي مساعدته فيما يحمل بيديه أو على ظهر دابته. فتحمله عليها أي تعينه على ركوبها. وتميت الأذى أي ترفع وتزيل الأذى عن الطريق. الأذى كل ما يؤذي المرء من شوك ونحوه. هيا بنا نجيب معا على هذا التقويم. كل سلامة أي مفاصل عظم الإنسان. تعدل أي تحكم بالعدل بين المتخاصمين. الأذى أي كل ما يؤذي المرء. تميت أي ترفع وتزيل. هيا بنا نستنبط من هذا الحديث أمثلة على الصدقة التي وردت في الحديث الشريف إجمالا، وهي بالترتيب: الإصلاح بين المتخاصمين بالعدل، إعانة الآخرين، الكلم الطيب، كثرة الخطى إلى الصلاة، إماطة الأذى عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس، أي كلما جاء يوم صار على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة يؤديها شكرا لله تعالى. قيد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بقوله كل يوم، ذلك ليحث المسلم على القيام بالأعمال الصالحة بصورة مستمرة ولا يقف عند حد، فما لا يدرك كله لا يترك كله. والصدقة لا تقتصر على المال فقط، بل هناك صور كثيرة للتصدق كما رأينا في الحديث. أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي الحديث إحدى هذه النعم هي نعمة المفاصل التي لا يستطيع الإنسان أن يقوم بأعماله إلا بها. يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب شكر هذه النعمة باستخدامها في طاعة الله تعالى ومساعدة الآخرين حتى يكسب كل مفصل صاحبه الأجر والثواب. بالرغم من أن الصدقة تختص عادة بالأموال، فكان الأغنياء لهم الحظ الوافر من الصدقات. يبين لنا هذا الحديث نوعاً آخراً من الصدقة، وهي الصدقة المعنوية التي يشترك فيها الأغنياء والفقراء، كل يأتي منها على قدر استطاعته. جاءت كلمة صدقة نكرة، ذلك لتفيد العموم وتدل على الصدقة بالمعنى العام لتشمل كل أعمال البر. هيا بنا نجيب معا على هذا السؤال. يعد هذا الحديث من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير. عللي ذلك بدليل تنكير كلمة صدقة لتفيد وتدل على الصدقة بالمعنى العام، فتشمل الأجر والثواب على كل أعمال الخير. وصلنا إلى نهاية درسنا. اكتبي هذه الأسئلة وأجيبي عليها في كراستك. عرفي براوي الحديث من حيث اسمه وروايته للحديث. عرفي راوي الحديث من حيث عبادته وجهاده. فسري معاني المفردات الآتية: سلامة وطميط. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من الدرس. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الجزء الثاني. دمتم بخير.